اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل سلطة دايت صحية بمكونات كلها عندنا من البيت، وان شاء الله بإذن الله تعجبكم بإذن الله. وفيها عدس مسلوق، يعني احنا عملنا النهاردة سلطة بالعدس المسلوق. جبت طبق فاضي وحطيت فيه قطعة من الفلفل الأخضر الرومي، ممكن تحطي أصفر ممكن تحطي أحمر زي ما انت حابة. أنا حطيت شطة وحطيت فلفل أخضر، وحطيت كمان نص طماطمية مقطعة قطع صغيرة، وحطيت خيارة برضو مقطعة قطع صغيرة. التقطيعة دي على حسب ذوقك انت وراحتك. وحطيت معلقتين عدس كبار مسلوقين متصفيين ومغسولين. العدس عايزة اقول لكم ان هو بروتين وهيشبعك جدا مع السلطة دي. وحطيت كرنب بنفسجي، عايزة اقول لكم ان الكرنب البنفسجي ده اصلا انا شخصيا بعتمد عليه كبديل للعيش والرز. وحطيت نص بصلة، عايزة تستغني عن الطماطم والبصل مفيش مشكلة، لو انت هتحتفظي بقى في التلاجة وعايزة تستغني عن الطماطم وعايزة تستغني عن البصل ما هتبقى جميلة جدا معاكي، وممكن تاخدها كفطار ممكن تاخدها كعشاء ممكن تاخدها سنيك انت وراحتك زي ما تحبي. عملت لها دريسنج بقى كده بسيط، جبت فص ثوم وجبت عصرة ليمون وجبت معاها معلقة كبيرة مستردة. المستردة هتعلي التست قوي يا بنات، حلوة قوي بجد، جربوها. وحطيت التوابل اللي عندي اللي انا حابة اكلها في السلطة. انا حطيت ملح وفلفل اسمر وحطيت كزبرة وحطيت كمون. عايزة اقول لكم ان البهارات ديت جميلة جدا في السلطة، جربوها وان شاء الله مش تندموا باذن الله باذن الله. وحطيت كمان برضو معلقة خل ابيض، عايزة تحطي معلقة زيت زيتون حطي، انا استغنيت عنها. وقلبت الكلام ده كله ونزلت بقى على السلطة. عايزة اقول لكم ان هي حلوة قوي، ممكن الاطفال ياخدوها ياكلوها معاكم بس يشيلوا الشطة منها، هتبقى مفيدة قوي والعيلة هيحبوها، يعني الاطفال هتحبها قوي. وحطيت الدريسنج على السلطة، عايزة اقول لكم والله طعمها جميل قوي قوي. ممكن ناخدها بين الوجبات ممكن، بس ما نكترش، يعني ممكن ناخد نص الكمية ديت بين الوجبات كسنيكس. حلوة قوي وان شاء الله بإذن الله تعجبكم بإذن الله يا حبايبي. عايزاكم بقى تحطوا لي لايك وتعملوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد، وتنوروني ان شاء الله، يعني وجودكم معايا هيفرق معايا جدا ان شاء الله يا حبايبي. دي بقى شكل السلطة في النهاية، جميلة جدا، وعايزاكم تقولوا ايه رأيكم في الكومنتات.